السلام عليكم ورحمة الله. طالب يايو، يا سعدات أمه وأبوه، يا مولاة الخيمة، أعطيني بيضة باش نزوق لوحي عند الطالب، والطالب وصحابه في الجنة يتصابوا. الجنة محلولة، حللها مولانا، يا مولانا نسعى ورضاك على بابك واقفين، إلى آخر الأبيات اللي كل المغاربة يعشقوها ويحفظوها، خاصة طبعا الناس اللي راحت للمسيد وحفظت القرآن الكريم وكانت بتحفظ القرآن الكريم. هذه الأنشودة الجميلة اللي من زمن الجميل لا نسمع بها أهل المشرق، إحنا ما نعرفهاش، ولكن أنا شايف إن دي السر وراء يونس الغربي، دي السر وراء اعتلاء المغرب للمراكز الأولى دايما في حفظ القرآن الكريم. مفيش من ثلاث أيام مسابقة في الإمارات، مسابقة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، اشترك فيها 79 دولة، أكثر من 6800 متسابق، ويفوز في الست مراكز الاولانيين خمسة مغاربة بسم الله ما شاء الله. والمركز السادس يعني ثلاث في الشباب، ثلاثة والبنات ثلاثة، الثلاثة الشباب مغاربة، الثلاث بنات الاول والثاني مغربيات، والثالثة بنت من اندونيسيا. نذكر اسمهم لانه ما لازم تخلد، لازم تحفظ في اذهان الجميع. المركز الاول كان عبد الباسط رواش، المركز الثاني منجد حمزة، المركز الثالث الياس كروم. البنات المركز الأول خديجة أشبار، المركز الثاني زينب لشهب، المركز الثالث الإندونيسية إلفي زكية درامانيتا. وإن يكون بنت إندونيسية تاخد مركز حاجة زي كده حاجة عظمة، لأن إندونيسيا لا تتكلم العربية، إندونيسيا ما صعب عليهم إنك تحفظ كتاب كده صغير بلغة إنجليزية فرنسية ألمانية، صعب، فما بالك بالقرآن وتفوز فيه على كم المتسابقين حوالي 7000، ده رقم يعني، ومركز يشرف. اندونيسيا فيها 200 مليون مسلم، بتحتل اكتر يعني على احصائيه يعني انه تحتل اكبر دوله في العالم فيها مساجد، بس عايزين نتاكد من الموضوع لانه بيقولوا بيفوتوا 800 الف مسجد، رقم غريب، لانه انا في علمي انه بنجلاديش من اكتر الدول في العالم فيها مساجد، فيها 250 الف مسجد، يليها باكستان 120 الف مسجد، يليها مصر 108 الف مسجد، السعودية 95 ألف مسجد، تركيا حوالي 80 ألف مسجد، المغرب 41,755 مسجد، المغرب فيها 41,755، ولكن مش كلهم مسجد جامع، المساجد الجامعة 16,489، في فرق ما بين المسجد والجامع، لكل جامع مسجد وليس لكل مسجد جامع. الجامع هو اللي بتصلى فيه الجمعة، هو المكان اللي متاح يجتمع فيه المسلمين بعد الصلاة، تمام؟ ولكن النقطة الأهم إنه في الـ 41,755 مسجد في المغرب، فقط وزارة الأوقاف بتعطي أموال لـ 10,061 مسجد فقط. المساجد الكبيرة في المغرب مساجد تاريخية، نرجع كده عندك المسجد الأعظم في التمنل نواحي مراكش، بناه السلطان، امر ببناءه السلطان عبد المؤمن الموحدي، وده امتى يا جماعه؟ 1153 ميلاديه، يعني من 869 سنه. في الجامع الكبير في تازه، وده الجامع الاكبر في تازه، ده من اهم منشات تازه، وبرضه السلطان عبد المؤمن الموحدي، وبالمسجد ده في اللي هي تريا، اللي هي بنسميها احنا في مصر نجفه، تريا نازله بتزن 3000 كيلو، 3 طن. في برضه كمان الجامع المنصور اللي بناه يعقوب المنصور الموحدي، كذلك الدوله الموحديه كان لها مآثر جميله في بناء المساجد، وطبعا جامع قطبيه، الجامع الحسن الثاني، ده فخر مساجد المملكه المغربيه. فالمساجد اللي الدوله وزاره الاوقاف بتعطيها فلوس فقط 10 لا يتخطوا 10,061 مسجد، في 31 مسجد واكثر بيصرفوا ازاي؟ ما هي دي النقطه الاهم بقى اللي عايزين نتكلم فيها. من هنا جاء اعتلاء المغرب للمراكز الأولى في حفظ القرآن. المغاربة هم اللي بيصرفوا على 31 ألف مسجد موجودين، يعني كل المساجد اللي في القرى في الدواوير، الشعب هو اللي بيصرف. المحسنين بيجيبوا فقيه يعلم الأطفال ويؤم الناس ويحفظ القرآن ويبنوا له منزل ويعطوا له راتب شهري، مجتمعين بيجمعوا له راتب شهري، اللهم إلا كمان بقى لو في واحد بيسور الحال هنا بيعطي إكراميات زيادة على اللي الناس بتعمله. اللي حاصل الشاهد في الامر انه المغاربه بيصرفوا عشان يتعلموا الدين، عشان يحافظوا على القران وعلى اللغه العربيه، شيء
غايه في الروعه، غايه في الجمال، ما تلاقيهوش. يعني ايه بلد فيها 41,755 مسجد، الدوله الوزاره لا تصرف لا تعطي اموال الا ل 10,000. ده بيبين لك كم الخير الرهيب اللي موجود في فئات المجتمع، بيبين لك انه اصلا هي رغبه ملحه مش حاجه فرض. بعيدا بقى تمام عن كان الملك الحسن الثاني كان عمل حاجه عظيمه جدا، لكن المسيد كله يدخل المسيد، وكلنا عندنا فيديوهات للملك محمد السادس الله يحفظه وهو كان في المسيد وفي الكتاب زي ما بنقول عندنا في مصر، وكمان المولاي حسن اللي هو ايه ولي العهد. يا جماعه الموضوع كبير، ده كان الملك الحسن الثاني بيقول اللي يقعد سنتين في المسيد ده يكون له الاولويه في الالتحاق بالمدارس. ده كده معناها انه كان فقيه اللي موجود في المسيد له كلمه ولازم يدي شهاده من عنده بتقول ان هذا الطفل قعد عندي سنتين او اقل او ازيد. فالحسن الثاني كان فيه من الدوله نفسها في اهتمام بالقران الكريم من الشعب. الشعب المغربي بيقيم سنه، يعني سنه متروكه بيحييها، وهي حزب الراتب. هي موجوده في القران اللي هو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يعني في ذكر الله في المسجد، حزب الراتب ده برضه موجود في السنة، في سنن أبي داود عن يعني أبي هريرة اللي هو مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. احنا السنة دي ما كناش كتير في البلاد العربية، اللي هي انه الناس تقعد في مسجد يقرأوا. بدأت السنة بقرار من الدولة في ايام الدولة الموحدية، السلطان يوسف ابن عبد المؤمن الموحدي، يوسف ابن عبد المؤمن الموحدي قال انه ده قرار انه يكون فيه حزب يقرأ في صباح كل يوم بعد صلاة الفجر وحزب بعد صلاة المغرب. فيا جماعة في 41,755 مسجد، كل مسجد بيقرأ القرآن كاملا كل شهر، حزب في الصباح وحزب في المساء، حزب يخلص الشهر بقى قرأوا جزء. في كل مساجد المغرب يتم ختم القرآن شهريا. عايز تعرف ليه الدولة محفوظة، ليه الدولة بتوصل لمراتب عالية، ليه الدولة بتوصل في حاجات قوية جدا في مجال الدين والقرآن؟ ده السبب، المساجد بتتلو القرآن بشكل دوري وهكذا، وهذه السنة معمول بها حتى الآن. والحق يقال مش في المغرب فقط، في البلاد المغرب العربي، في المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، سنة رائعة، وهي بتسمى الحزب الراتب حاليا، إنه قاعدين بيقرأوا قرآن في المسجد يوميا، وتدخل كده المسجد تلاقي النهارده هيقرأوا أي حزب. فعايز تعرف السر وراء اعتلاء يونس الغربي وعبد الباسط رواش ومنجد حمزة والبنات ربنا يبارك فيهم، هذا هو الأمر، هذا هو السر في بذل مجهود مش طبيعي على الاهتمام بالقرآن في تفاصيل التفاصيل من الصغر من الصغر. وما وأنا مش حافظ بقى النشيد الجميل اللي هو طالب طالب يايو يا سعدات أمه وأبوه. ربنا يحفظ بلادنا كاملين، ونحاول نوصل لهذا الطريق الجميل اللي أخده المغرب، لأنه طريق رائع، وأنا شايف أنه له ريادة فيه وله السبق في حفظ القرآن الكريم وصيانته والاهتمام به والاحتفاء به. سبحان الله ربنا بيكفيهم مباشرة المراكز الأولى، بسم الله ما شاء الله 5 مراكز من أصل 6 مراكز. ربنا يديم الخير والبركة والسعادة دايما على المغرب وأهله، لأنكم تستحقون كل خير. والسلام عليكم.